عليكم متابعينا الكرام، السلام عليكم محبين ديال ساجدة اللي كي دائما كيسولوا عليها في التليفون. كنشكركم بزاف، وكنشكر الاخ يوسف اللي كيعطيني فرصه انني كنطل من هذا المنبر ديال المغارب نيوز. لي الشرف وكل الشرف انني كنطل من هذا المنبر الراقي اللي في المستوى. بصراحه كنشكرو بزاف، وخا نشكر ومعايا نشكر ما نقدرش نوفي الخير ديالو اللي كيدير بعد الله تبارك وتعالى. المهم خوتي المغاربه اللي كيسولوا على الحاله الصحيه ديال ساجده، كيف ما كتعرفوا ان كيف ما ملي كرمتوني في الفيديو الاول والثاني اللي كان داري الاخ يوسف اول مره، المهم بعد ما كرمتوني بالخير ديالكم بالافضال ديالكم بالاكراميات ديالكم لبنتكم ساجده، المهم انا حاولت نكون ام في المستوى، وحاولت نكون قد المسؤوليه وقد الامانه اللي عطاتوني العاشق ديالي، وخا هي الابنه ديالي كتبقى الابنه ديالكم نتوما. المهم اللي شفت راسي انني الحمد لله نقدر ندي البنيه ديالي للمصحه، خديت ديك البركه اللي عاونتوني بها وديت البنيه ديالي للمصحه الاحسن مصحه كاينه في الدار البيضاء اللي كانت عندي معاهم مشاكل ماديه. حاولت نصور الوضعيه ديالي معاهم، كانت عندي مشاكل قديمه معاهم، حاولت نصور الوضعيه ديالي معاهم. المهم بعد الفحوصات اللي درت وبعد السكانيرات وبعد الراديوات والتحاليل، بعد ما نعسات البنت كيف ما كان الاخ يوسف كان قام بالزياره ديالها في النعسه الاولى اللي كانت نعسات 24 يوم، دار لها زياره وشافها ودار معها استجواب شماني كيف الفيديو اللي كانت قالت لكم فيه صوره يوسف. المهم هذاك الفيديو هذوك الايام 24 يوم دوزتها، دارت جميع الفحوصات، جا الطاقم الطبي ديال الجراحه جاو شافوها وكانوا قالوا لها واقيلا عندك شي حاجه في الكلوه خصنا نحيدوها، داك الشيء خشي تقيحات قديمه وهذا. المهم بقى داك الشيء في المد والجزر، كل مره كيخرج تقرير. المهم بعد ما دوزت 24 يوم جات الطبيبه قالت لي الحاله ديالها دابا استقرات واحد شويه، واخا الكرياتين باقا كتطلع وكتهبط ما استقراش، غتحاولي تخرجيها غادي تديها بعدا واحد السيمانه، وخرجت لي واحد التريتمون ديال واحد التيوات اللي كنت خديت لها باكيه ديالهم. التيوات الناس اللي كيعندهم مشاكل في المسالك الجوليه، التيوات كيديروا الرطب، خديت لها باكيه. قلت اللهم ناخذ باكيه بحكم انني بعيده في برشا، ناخذ باكيه ونحتفظ بها عندي في الدار، كل مره منين نهبط راني نجيب باكيه بحركه فيها 50، حيت كالبنية كتبدل التيوات بحال كدير كل مرة كدير واحد. هادشي اللي قالت لي الطبيبة، وأنا ما بحكم راكم عارفين الإمكانيات محدودة وداكشي كنحاول ندير لها بعدا على الأقل غير ثلاثة، كل واحد كتخوي بيه جوج مرات، كنعقمو ببيطادين وبجابيل وداكشي. المهم بعد ما ديت البنت رجعت البنت للكونترول، الطبيبة شافت الحالة ديالها قالت لي لاكرياتين طالعة 72، البنية خاصها ترجع تنعس وضروري خاصها تركب المكانة ديال قالت لسيدي اللي قالت لها دير الدياليز غتركب المكانة ديال الدياليز، وساجدة متقبلاتش وداكشي، نعسات ساجدة دابا تما شي 8 أيام تقريبا، بقات في التخيطمون هاد الأيام الأخرى. كيف ما كيعرفو الناس اللي كيتواصلو معايا عبر الهاتف لأنهم كانوا كيتواصلو معايا دائما، المهم قاصد دابا كل نهار كتعلمني على أن كتراقب التحاليل وكتقول لي راه غالبا غدير المكانة ديال الدياليز، غنحطو على غير ريزيرف غير بحال سكور تبقى عندها حتى نهار نحتاجو للدياليز غنلقاو المكانة كاينة وجات ليا تقبلها وداكشي، حيت هي كتكون بأوبراسيون صغيرة. المهم سيدة في الأول متقبلاتش، ولكن في الأخر الحمد لله بغات وقالت صافي الأمر الله تقبلاتش في الأخر. المهم بعد 8 أيام جات قبل ما تخرج سجيدة بنهار جا عندي واحد الجو جات جا واحد الجراح شاف سجيدة قال لي ممكن ما نكذب ممكن ما نكر منك، راه المسالك الهوليه ديال سجيده راه فيهم واحد عندهم واحد التشوهات لداخل. المهم كنحس ب الكلاوي راهم ضربوا، المهم انا كنحس بالنتيجه ديال داك اللي وصفوا لي على انني بحال بنت عندها مرض نادر. هو الطب متقدم في المغرب، ولكن انا كنحس بحال بنتي اللي دوخات بهذا المرض ما بحال ما دارش. من الطبيبه قالت لي راه غتبقى تحت المراقبه وداك الشيء، عطاتني واحد قالت لي دابا خصك تخرجيها، بقى ما ركبت لا ما قال لا والو، قالت لي دابا حاليا غتخرجيها. وجدت عطاتني واحد الوراق واحد جوج لي بروفيسور، واحد البروفيسور كدير زراعه الكلى معروفه في الدار البيضاء، واحد البروفيسور اختصاصي في المسالك البوليه، قالت لي هادو من غير يقدروا يفيدوك سيري عندهم.
اليوم خرجت البارح واليوم بالصباح فقط شكري هزيت البنية هزيت دوك الرسائل بديت بنتي عند هاد البروفيسور الجراح ديال المسالك البولية كيقولوا لي هاد البروفيسور كيشد عند الدراري الصغار ما كيشدش كبار من كبرات كيف ما كتقول حتى اللي كتقول لك ما عطاتش مش انا كبرت ولا صغار انا ما مابقيتش فاهمه. المهم مشينا عند البروفيسور اخرى ديال زراعه الكيني خدات من عندي السكرتير ديال الملف الطبي ديالها قالت لي راه هاد الطبيبه كتشاه بالرونديفو انا خديت الملف الطبي ديالك غادي نوريه لها ولكن غالبا قالت لي غالبا نقول لك من هنا ما كتشدش الدراري الصغار ما كتشدش الكبار كتشد غير الدراري الصغار. المهم هذا هو الكلام الاخر اللي قالوا لي الرونديفو الطبي خرجت لي واحد خدمه ندير واحد البراوات وبعد التحاليل وبعد الفحوصات وبعد وليت كنحس ب شنو نقول لكم وليت كنحس بالعجز خرجوا لي واحد خاتمه اللي هي غاليه ديال 6000 درهم براوات ب 6000 درهم غادي تدوهم البنت واحد المده ديال 3 اشهر كل باكيه كدير 40000 ريال تقريبا وخرجوا لي واحد خاتمه اخرى ديال الدواء كيف ما كيعرف كلشي هاد التشيوات اللي كندير للبنيه راه ما كيتعوضوش رجعوا لها لي صوند وكيف ما كيعرف كل شيء ان كاين شي ادويه ما كيتعوضوش بحال الدواء غالي اللي في لاميتيرو ما كيتعوضش في التامين الصحي ما كيتعوضش. واليوم جيت نوجه واحد الكلمه لاني كنحس بواحد الاحباط وكنحس بواحد ما بغاش نبكي ولكن ما مضطره ما يمكن نوجه واحد الكلمه لوزير الصحه كنترجاك وكنطلبك من بعد الله تبارك وتعالى انا كنترجى الله تبارك وتعالى قبل كل شيء وكنترجى الله تبارك وتعالى في الليل وفي السجود ديالي وفي النهار وكنطلب وكنطلب الله واكيد ان الله تبارك وتعالى ما غيتخلل عليا على هذه البنيه ولكن كنترجى وزير الصحه الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم لكم الوالدين لما شوفوا من حال هذه البنيه وكنترجى جلاله الملك لك الله يرحم لكم هذه الموصل الصوت ديال سيدنا وصل الصوت ديال امير المؤمنين اكيد عنده اجر كبير اكيد انه غادي يشوف الحاله ديال البنيه اكيد ما غاديش يتخلى عليها اكيد لانها مواطنه صالحه وراها بنتكم وبنت المغاربه كاملين كنترجاكم وكنطلبكم وانا ام عاجزه وكنحس بالاحباط وكنطلبكم وكنترجاكم عافاكم وزير الصحه كم الوالدين كنت رجل الله تبارك وتعالى قبل كل شيء كنبغي يا ربي توصل الرسالة ديالي وزير الصحة وتوصل الرسالة ديالي جلالة الملك بنتي كنضيع مني درت جهدي كله وشي مغاربة داروا معايا جهدهم كامل كنطلب الناس الجالية المغربية اللي خارج عند الوطن اللي كان شحل ولكن شي طريقه باش بنتي توصل برا انا راه قالوا لي راه كنعصبانا كيقولوا لي راه ما كاين والو كنعصبانا كيقولوا لي بنتي مانيش كنعصبها بحال عندها شي حاجه غريبه مانيش كنعصبها على بنتي ما كنبغيش نبكي وما كنبغيش نقول طاقه سلبيه ولكن ربي العالم بيا قلبي كيتحرق قلبي السلام عليكم.